بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله. أنا حاليا في حضرة الدكتور محمد إبراهيم عبود نجل الفريق إبراهيم عبود الرئيس الأسبق للسودان، وأنا سألته عن كم حاجة شواهد في حياة الراحل، والسؤال ده جاي من سؤال ثاني اللي هو هل حصل توثيق لحياته بصورة كاملة؟ هل في مجهود يتعمل بصورة كاملة عشان يورينا حياة الرؤساء مثلا في السودان، ولا حياة ناس أثروا في حياتنا بشكل ما؟ فبحيل له السؤال. ردا على سؤال دكتور أنور، إنه كان في محاولات توثيق لكن ما كانت بصورة يعني مهنية كاملة متسلسلة، مما أذكر إنه قناة النيل الأزرق أو التلفزيون القومي الحقيقة عمل برنامج وجمع فيه كل الأسرة وحاول يعني يسجل فيها، وحتى اللقاء ده حضروا الدكتور إبراهيم دقش يعني مشكور، وهو حاول ينسق كل المواضيع، لكن حصلت توثيقات ثانية من بداية الحكم. جاءت بعض المجلات المصرية آخر ساعة والمصور وإلى آخره، واتكتبت أشياء كثيرة جدا، وأذكر في قناة أبو ظبي عملت برنامج بين زمنين اللي هو كان بيتحدث عن كثير من الرؤساء، يتحدث عن محمد نجيب وعن أحمد بن بلة، ويتحدث عن جمال عن ما بس كل الناس، ومن ضمنها كان عن حياة الوالد. وبرنامج بين الزمنين هو الفكرة بتاعت البرنامج إنه فترة الحكم وما بعد الحكم، زمن الحكم وزمن ما بعد الحكم، وعملوا توثيق كامل استضاف فيه كثير من الناس، منهم الدكتور الترابي ومحجوب محمد صالح رئيس تحرير الأيام، وصحفي محمد سعيد معروف، وعلي محمود حسنين، وأحمد محمد ياسين الله يرحمهم جميعا، وفتح الرحمن البشير، ومدير مكتبه اللواء الفريق الفاتح بشارة، واللواء الدين حسن الطيب، ومجموعة تانية كان بيستقي منهم معلومات وهو بحاول يجمعها ويعمل لها مونتاج بصورة معينة بحيث يدينا البرنامج متسلسل مشوق. واستضاف كل الأسرة على الأقل الأولاد، واستضاف جزء من الأحفاد، كل واحد أدلى بدلوة. التسجيل كان كامل لكن تصور على مدى 14 ساعة، لكن البرنامج كان 4 ساعات، يعني 4 حلقات كل حلقة في ساعة، فحاول يخرج منها عمل موثق، لكن في تقديري أنا كان عمل مهني محترم جدا جدا. لفيه مبسوس وين كان؟ مبسوس في قناة أبو ظبي، موجود في على اليوتيوب مش كده؟ موجود على اليوتيوب يعني. وبالإضافة في برضو برنامج اسمه هذا المساء، ولا بالشكل ما بذكر الاسم، برضو عمل نفس الشيء. وبعض القنوات الثانية وحصلت حاجات فردية، بعض الصحف جاءت عملت استطلاعات وعملت لقاءات، فكان بتنشر في بعض الجرائد اليومية، لكن اللي حصل في قناة أبو ظبي من التلفزيون القومي كان صورة وصوت وبرنامج كامل يعني. طيب أنت بتفتكر إنه لسه في ضرورة وحاجة للتوثيق في تفاصيل أكثر؟ أستاذ زي العصر زيارة الرئيس عبود لأمريكا وخطابه للكونغرس، مش كده؟ مش كان حصل كلام زي ده؟ حصل خطابه في الأمم المتحدة. أيوة. والحقيقة هو مشى عدة زيارات، مشى للولايات المتحدة والصين وباكستان وإنجلترا وألمانيا. بالمناسبة السودان إنه كان من أول دولة اعترفت بالصين. أيوة. ده في عهد أيوة الرئيس عبود. يعني السودان استلم السلطة في سنة 58 في نوفمبر، وفي شهر ديسمبر أو يناير 59 تم الاعتراف بالصين. السودان اعترف بالصين. السودان اعترف بالصين. كان أول دولة أفريقية تعترف. والصين يمكن ما تسكت في عهد إنه حصلت، لكن حافظ الفضل دولة السودان إنه هو أول دولة اعترف بها. الصين قبلها ما كان معترف بها كدولة. ما كان معترف في أفريقيا مثلاً. في أفريقيا الوقت ده كان الصين في صراع شديد بينه وبين الاتحاد السوفيتي، وما كان يعني الاعتراف ده كان يعني الكثير اليوم، ومن ضمنها حاولت ترد الجميل وإنها جابت
حاولت تحكس الثقافة، جابت فرقة الأكروبات الصينية وحاولت تدرس فرقة الأكروبات وحاولت تخش في السودان، لكن الصين في ذلك الوقت ما كان عندها التكنولوجيا والتقدم الكامل بحيث تقدم كثير للسودان. يعني مثلا ما زي ما حصل مثلا مع الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي بنى صوامع الغلال في الجبارف وبنى صوامع الغلال في السودان، وكان استعمال ثاني من الروس. لكن يمكن من أكثر الدول اللي قدمت لنا كثير يوغوسلافيا. يوغوسلافيا أيوة نعم، يوغوسلافيا يعني عملت لنا مصنع سكر الجنيد وعملت مصنع تعليب الفواكه وعملت المطبخ الحكومية الأولى وعملت المطبخ الحكومية الثانية والصورة الحسبية هي صورة افتتاح مصنع الجنيد. نعم عملت يوغوسلافيا، عملت يوغوسلافيا وأول مصنع سكر عمل في السودان. طيب شكل الكلام كده حيجرنا لحاجات كثيرة جداً. لكن يكون فاتحة لجنة، لأنه الناس تجي وتشوف وتهتم بالتفاصيل بتاعت حياة الناس اللي بشكل ما خلوا حياتنا على ما هي عليه طبعاً. نبني يعني منها وكده. الكلام ده يعني بدأ سنة 58 والفترة استمرت لغاية 64 8 سنوات. لكن كان في كثير من الأشياء طبعاً عفواً، كان في مرة كثير من الزمن عشان تسجل الحاجات، لكن في توسيع كامل. وحتى زيارات الرسمية المشاة الوالد الله يرحمه في منها كمية من الصور وكمية من التفاصيل. التفاصيل محتاجة لتوسيق بالتفصيل، محتاجة لتوسيق بالتفصيل من ضمن الولايات المتحدة. يعني الرئيس كينيدي هو اللي قدم الدعوة ورسل الطائرة الأمريكية الخاصة، وكانت أول طائرة رئاسية تهبط في مطار قطر، وكانت بوينغ، وهي أول بوينغ تهبط في مطار قطر. يا سلام. طيب في تفاصيل تانية إن شاء الله حنجي. أنا شخصيا ما يتنترس جدا في إنه أعرف التفاصيل بتاع تاريخنا الحديث يعني على الاستقلال. شكرا جزيلا دكتور، الله يبارك شكرا جزيلا فيك، العافية إن شاء الله. وإن شاء الله حبيبي أي لحظة أي تفاصيل الله يخليك، إن شاء الله بس الواحد يكون مستحضر لأنه زمن طويل على يعني إحنا الكلام ده كله فاتحة للقصة بتاعت إنه كيف هاو to put our knowledge into action، كيف نحن ممكن نكبشر الحاجات ونخدها في مشهد كده الناس تقدر تشوف وتستفيد منه ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا تحت امرك فيما الله يعطيك العافيه، يعني تطلبوا والواحد يستحضر ويقولوا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا.